السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفاكم إذا كنتو كتسمعوا اللي كيسمعي يدير شي إشارة. نعم، إذا بطبيعة الحال السي أبو آدم دعوم على الوالدة ديالو، دعوم صلى الله عز وجل اللي شافها. كنشكر الإدارة ديال الغرفة الصوتية على الدعوة للمرة الرابعة لتقديم عرض لفائدة. وكان واحد العرض بطبيعة الحال هو بالعروض الثلاثة اللي فاتوا، كان عرض عام ماشي فقط. سعيد هذه الليلة كذلك أن أكون أتواجد معكم لتقديم عرض. بطبيعة الحال الاختيار ديال العروض كيكون شوية صعب. كان العنوان نفتحوا شوية السي أبو آدم. كان العنوان الأولي هو الصنافات، وإذ بأحد الأساتذة اختار هذا الموضوع، وبالتالي تم تغيير العنوان لدراسة حالة تربوية. دراسة حالة تربوية تم تقديمه سلفا. الكلمة السي أبو آدم، كيتحمل بالتالي ما نقدرش نعطي الكلمة السي أبو آدم، كيتحمل العرض على أي حال. كاين إشكال من دابا الخطوط. العرض ما عرفتش، كاين مشكل عاوتاني ديال الخطوط، ولكن ما عرفتش نتسنى. غادي نبدا، واللي أساسي هو النقاش اللي غادي يتاح بيناتنا. وهاد العرض بطبيعة الحال في جملته ماشي شي عرض اللي غادي نقول انني بذلت فيه مجهود من نظرية، باعتبار ان المحتوى موجود في الانترنت. الاشكال كما قلت في العروض السابقة ليس هو الاشكال المعرفي، الاشكال يتجاوز البعد المعرفي الان في هذا السياق اللي احنا فيه الان، لان المعرفة بينك وبينها الحاج جوجل. ولكن الأمر اللي هو أساسي هو الجانب المنهجي، الجانب التطبيقي، التعامل مع المعرفة، انتقاء المعرفة، ما هي المعرفة التي يمكن فعلا أن تكون صالحة وكيف يمكن انتقاؤها. هذا هو اللي أساسي. طبيعة الحال كما قلنا العرض تاعنا ديال دراسة الحالة تم تقديمه سلفا. قدمه في السنة الماضية يمكن الشهر شتنبر الأستاذ أمازيغ. طبيعة الحال قدموه بطريقة سلسة وسهلة وبسيطة وجيدة، والعرض موجود في الإنترنت، موجود في اليوتيوب. احنا غادي نعاود الآن، لكن التركيز تاعنا الآن ما غاديش يكون كثير حول ما هو نظري، بقدر ما سيكون كما قلنا على الجانب المنهجي والجانب التطبيقي اللي تتساءل عليه بعض الأساتذة. المسألة اللي بتنركز عليها هو أن هذا المحتوى، قلتها ونعاودها، أن هذا المحتوى موجود في الإنترنت. بطبيعة الحال اللي أثارني أنا وأنا كنقلب على هذا المحتوى هو أن بعض البعض هو هذا المحتوى هذا من الناحية العلمية غير موثق. يعني هو محتوى علمي مزيان لكن غير موثق، يعني غير منسوب لشخص معين، وخذوه شي ناس ونسبوه ليهم. بعض المواقع الان اللي عندها قناه في اليوتيوب خذتها على اساس انها الشرح ديالها، وانه ما خصوش ياخذوا شي واحد اخر، في حين ان هذا المحتوى موجود واكسيسيبل في بزاف ديال المواقع، خاصه مثلا ستار تايمز راه تلقاو فيه هذا الموضوع حتى. اذا بالنسبه لدراسه الحاله، طبيعه الحال كمسمى عام، يعني ممكن ان نلقاو في مجموعه ديال العلوم. طبيعه الحال كتقنيات تستعمل في مجموعة من العلوم، لكن كمسمى كذلك قد يتجاوز هذه العلوم المذكورة الآن كعلم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والطب وغيرها، ليكون مادة دراسية في عدة مجالات معرفية. الذي يهمنا نحن ليس هذه المجالات، لكن تتقاطع. وعندما نقول بأنه نقتصر على دراسة الحالة التربوية فهذا لا يعني إقصاء المجالات الأخرى. فعندما ندرس الحالة التربوية فإننا نستحضر جميع هذه العلوم وجميع هذه المعارف. تعريف دراسة الحالة،
الحالة لغة يتبين من خلال الاشتقاقات التي سبقت أن الحالة هي صفة الشيء وهيئته وطبيعته وأحواله المتغيرة. أما في اللغة الأجنبية فكلمة قائل وفاصل يعني حالة وحال وظرف وعارض. إذا من هنا يتبين على أنه الحالة لا يمكن تعميمها، وهذه إحدى الفروق التي يمكن ندرسها فيما بعد فيما يتعلق في الفرق بين الحالة والظاهرة. في الاصطلاح دراسة الحالة عبارة عن وضعية إشكالية، إذا لا بد أن تكون وضعية إشكالية. وهنا غادي نفتح واحد القوس بسيط بالنسبة للإخوان اللي كانوا معايا شحال من مرة، والإخوان كذلك اللي خداو هذا الفرق هذا بين المشكلة والإشكالية. شنو الفرق بين المشكلة والإشكالية؟ أساتذة أستاذات، شنو الفرق بين المشكلة والإشكالية؟ مش ما كتسمعنيش؟ سي أبو اليزيد سي علمي، كيف نميز الإشكالية أكثر تعقيدا؟ الإشكالية أعم، صحيح. إشكالية أعم، صحيح. الإشكالية أعم، صحيح. تضم عددا كبيرا من المشاكل. أنا نفتح إشكالية. واش أبو لقمان، واش اللبس ولا اللبس؟ بينما الإشكالية تضمن عدة مشكلات، صحيح. إشكالية تضم عدد كبير من المشاكل، بينما الإشكالية تضم عدد إيه؟ تترك وضعية حقيقية. إشكالية حلها نسبي ومتغير. أبو لقمان بالضم، اللبس. أريد حل. نزيد سؤال آخر باش نقربوا الجواب، باش نسدوا هذا القوس، لأن القوس بسيط على أي حال. أشنو هي المشكلة؟ أعطيني تعريف للمشكلة. وهذا الشيء راه شفناه في واحد العرض. نعرف واش نيت شنو الأخوات الإخوان كيعقلوا شوية. أشنو هي التعريف ديال المشكلة؟ الإشكالية تدخل في عدة عوامل في حلها. إيه؟ ما صحيح، ما يعترض الأمر من صعوبة. أبو لقمان، المشكلة هي عائق، نعم صحيح. ربما هي العائق، نعم. المشكلة هي الصعوبة. مسألة تتطلب حل. سي زيدي، نعم. مرحبا سي زيدي. المشكلة عائق يواجه الفرد. أستاذ حفيظ، هي وضعية تتطلب مجهودا لحلها، صحيح. بالامور اللي كنستعملوا في حياتي اليوميه أقول عندي مشكله، عندي مشكله، اي حاجه وقعت راه مشكله. في حين ان التعريف ديال نعم مجموعه من العوائق، في حين ان المشكله التعريف تاعها الحقيقي هي كل ما حال دون الوصول الى الهدف. يعني كيكون عندي واحد الهدف وما كنقدرش نوصل ليه، كاين شي عائق معين او عوائق معينه تحول بيني وبين الوصول الى ذلك الهدف. ففي ديك الحاله كنقول كاينه مشكله. مثلا انا غادي المحطه باش نركب الكار ونقطع مع التسعود، ما جاش الكار، بقيت طالع 10 ل 11. مشكله ولا ماشي مشكله؟ مشكله. لكن لو انه كنت دايز مثلا وكذا وقلت يا الطوبيس مثلا نركبه، ما كنتش كنتسناه الى ما جاش، ماشي مشكله. علاش؟ لان ما كانش اصلا عندي هدف، فكل ما عاق الوصول الى الهدف فهو المشكله. وبالتالي الاشكاليه هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن مشكلة مسيقة. مشكلة مسيقة يعني مشكلة في سياق. وهذه الإشكالية في المجال المعرفي تحتاج الإشكالية أن تنطلق من مشكلة أو مشكلات تصاغ في شكل سياقي معين يحيل على سؤال أكبر. هذا السؤال الأكبر، هذا السؤال الإشكالي أو ما يسميه البعض من الباحثين بالسؤال النقدي، هو اللي يكون سؤالا عاما يمكن تفريعه فيما بعد الى عده اسئله يمكن الاشتغال عليها للاجابه عن السؤال الاشكالي الكبير. قد تكون خياليه ومخطئه، يعني قد تكون واقعيه او افتراضيه، تنصب على دراسه من الظواهر والاشياء والتصورات والنظريات والعوامل داخل سياق معين. اذا حتى بالنسبه للحاله لابد ان تكون داخل سياق معين. سنعرف كيف سنتعرف على السياق. وبطبيعة الحال هناك العديد من التعاريف التي حاولت تعريف دراسة الحالة. ربما أهم تعريف هو تعريف
موتشيلي في سنة 1960 بأن دراسة الحالة عبارة عن نص مكتوب أو مخترق. طيب نص مكتوب وقد يكون مخترقا كذلك، وهي كذلك بمثابة شهادة شفوية أو مسجلة متعلقة بوضعية إشكالية ملموسة وواقعية، قد تكون حادثا له دلالات يشير إلى وضعية مثيرة أو تحليل نقدي. وباختصار فدراسة الحالة هي بسط أو نشر وضعية داخل سياق معين. إذا دائما نشير على أنه ضرورة وجود سياق معين، السياق القريب التربوي لحالتنا نحن، هي ما يدفعنا إلى دراسة هذه الحالة. وتساهم دراسة الحالة في البحث عن المعلومات التي توصل إلى تحليل المشكل أو إلى اتخاذ القرار الناجح. إذا هنا أحيانا نقول بأنه هذه الدراسة، نعم دابا هذا هو، شكرا سي فوبيون، لأنه فعلا هذا هو هنا منجح. علاش أنا اخترت هذا الموضوع؟ لأنه هو اللي كيتحط في الامتحان المهني عفوا 2012 و2013، عفوا 2013 و2014، تعطى الأخت، أعتذر الأخت كتكتبوا أسماء مستعارة، أنا اسمحوا لي على الامتحان اس في بي بارلي موان فيت، ألوغ جو في إيسيي دو بارلي موان فيت. قلت بأنه 2013 و2014 تعطات دراسة الحالة، و2014 عندنا جوج ديال الحالات غادي نشوفهم بطبيعة الحال، الأمثلة التطبيقية اللي غتكون معنا. إذا هذا موضوع اللي عندنا الآن، موضوع إعدادي للامتحان المهني. كان عيان نقول هذا الشيء قبل على الامتحان، مزيان الأخت فوبيوم اللي ذكرتنا على أنه الامتحان المهني تعطات يقدر تعطى تاعت السنة، غير داكشي اللي غادي نشوفو حنايا في الدراسة ديال الحالة الآن عندها طريقة ومنهجية معينة. إنما أستاذ الزايدي أصبحت تطرح كل سنة إن لم تكن في السلك الابتدائي ففي السلك الثانوي. 2015 ما طرحتش أستاذ الزايدي، ولكن جميل جدا التمييز، لأنه قبل، لأن كتعرفوا أن النظام ديال الامتحانات المهنية تغير في 2012 من نظام ديال ثلاث مواد إلى نظام المادتين وبإطار مرجعي على أية حال. في الثانوي الإعدادي كانت عندهم دراسة الحالة وكانت عندهم الشكل المنهجي، وبالتالي كان 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 من خلال تحليل الامتحانات المهنية مع الأساتذة هذه السنة بانت بأنه دراسة الحالة تعطت سنتين، ولكن كتعطى بواحد الشكل معين اللي غادي نشوفه في الآخر. اخر حاجه ممكن نشوفها مع التعريف ديال موتشيلي هي ملي كيتكلم على اتخاذ القرار. طيب الحال عندنا جوج ديال المستويات. المستوى الاول عندما نتحدث عن اعطاء المعلومات لمتخذي القرار لاجل اتخاذ القرار، وهناك معلومات عريتها لاجل اتخاذ القرار. وفي العرض ديال اتخاذ القرار اللي تكلمنا عليه فكان تحتو على ضرورة وجود المعلومة. إذا دراسة الحالة تسييق الحالة، تسييق الحالة أستاذ حسن هو وجودها داخل سياق معين، السياق الزمكاني طبيعة الزمان والمكان، طبيعة الحال السياق الموضوعي يعني موضوع الحالة يعني يجب أن لا تكون مضطورة، كذلك السياق الدلالي المقصود به كذلك أن تكون هذه الحالة ذات دلالة معينة، بمعنى أن لا تكون فقط مجرد اختلاق اللي هو مضطور، بل أن تكون حتى وإن كانت مع هذه الحالة يعني افتراضية، أن تكون مساقة بشكل يسمح طبيعة الحال لقارئها او لطالب دراستها ان يدرسها بشكل جيد. مفهوم السي حسن؟ اذا نوصلوا العرض تاعنا على الامتحان. مصادر دراسه الحاله، اذا هناك مصادر عده لدراسه الحاله، مثلا الاشخاص الذين يتحولون الى مصادر التوثيق المرجعي لي بيرسون ريسورس يعني الاشخاص المرجعيين، قد تكون من وسائل الاعلام، قد تكون كذلك من بعض الوثائق التي عبارة عن دراسات أو إحصاءات. لا بد الاكتشاف الحالة
من عدة مصادر. على أي حال هذه المصادر الموجودة هنا قد تكون بطبيعة الحال الأساتذة أو المرشد الاجتماعي الموجود، ولكن نعلم نحن في السياق المغربي ليس هناك مرشد اجتماعي، ولكن ممكن بطبيعة الحال الموجه، إدارة المؤسسة، الأسرة، ثم المواقف اليومية الطارئة، وقد يكون التلميذ نفسه. إذا من هذه المصادر، هل يمكن في نظركم واش كاين شي مصادر أخرى اللي تعاوننا في اكتشاف، مرحبا سي عسل، من اكتشاف الحالة التربوية في نظركم من غير هذه المصادر اللي مذكورة الآن، واش كاين شي مصادر أخرى اللي ممكن أنها تكون؟ نعم، المصادر لجنة اليقظة، تلاميذ، لا كاين التلميذ، أستاذ أبو آية، أها، مفتش، نعم، نتمنى فعلا أنه المفتش يكون مصدر. نعم صحيح، ممتاز أستاذ الزهراء، دفتر التتبع الفردي وسيلة مهمة وتم إغفاله على أي حال. الإعلام، نعم، أستاذ زايدين نتكلم عن مرحلة التشخيص. صحيح، ماشي كاع التشخيص، هذه يا سي الزايدي صحيح ما عرفتش، ولكن نقولوا مرحلة، آخر مرحلة قبل التشخيص. الحارس العام، نعم، أي حال هو الحارس العام داخل في إدارة المؤسسة. ممتاز، إذا نمر لشيء آخر. بالنسبة لمواصفات دراسة الحالة وطريقة صياغتها، إذا دراسة الحالة، الأصدقاء، نعم، الشعور بالمشكلة، صحيح سي الزايدي. إذا مواصفات دراسة الحالة وطريقة صياغتها، دراسة الحالة هي وصف مكتوب من إشكالات اضطراب تربوية يواجه الفرد أو الجماعة المؤسسة التربوية ما، حيث توضح الدراسة حيثيات الحالة وكيفية بداياتها وتطورها وتعقدها إلى أن تصبح مشكلة نهائية تستوجب المعالجة المناسبة. بمعنى انطلاقا من هذا الكلام، أحيانا الحالة قد تكون بسيطة لا تحتاج تدخل، بمعنى ما يمكن أن يصل إلى درجة الدراسة أو يفرد نفسه. نعم لا بخيس، وعليكم السلام أستاذ أنوار، وعليكم السلام أستاذ حورية، نعم، ملاحظة مباشرة، نعم، وثائق الحل المدني، صحيح. إذا قلت بأنه ما يمكن أن يصل إلى درجة الدراسة، ليست كل مشكلة تعترض هذا الفاعلين التربويين أننا نخضع هذه الدراسة. عبارة عن موقف معقد يعطي المحلل المجال لاستخدام كفاءاته الذهنية. إذا هنا ننتبه على أنه ليس لكل ليس ليس متاح ليس متاحا للكل أن يقوم بدراسة هذه الحالة، وبالتالي يحتاج إلى كفاءات ذهنية وتحليلية ومنهجية. طبيعة الحال لتحديد المشكلة المستعصية، نقطة الخلاف الرئيسية في هذا الموقف المعطى، اقتراح ما يراه من حلول ناجعة لمعالجة الموقف. غادي نعقلوا عفاكم على هذه المسألة ديال الكفاءات الذهنية، نخليوها في آخر مثال تطبيقي من الأمثلة ديال الامتحانات المهنية السابقة اللي قد يبان لنا فيها فين كتبان الكفاءة الذهنية عند الممتحن. أنواع الحالة، طبيعة الحال الحالات كثيرة، وهنايا الأمثلة اللي غادي نعطيو 5. كاين الحالة التربوية، طبيعة الحال هي تتعلق مناهج التعليم والطريقة البيداغوجية إلى آخره. الحالة الاجتماعية تتم على سبيل التفريق، الفوارق الاجتماعية، العنف وكذا. طبيعة الحالة التواصلية، درس مع التواصل انعدامه وذكر المعيقات. الحالة الثقافية تنبني على رصد مجموعة من المواضيع ذات الصيغة الثقافية والاختلاف الثقافي والصراع الثقافي إلى آخره. ثم حالات أخرى طبيعة الحال لكي تدخل فيها باقي المجالات. لكن رغم هذا التقسيم أنواع الحالات، نعم، رغم هذا التقسيم الذي يظهر أنواع الحالات، إلا أن الحالة التربوية هي شاملة لكل هذه الأنواع. بمعنى داخل الحالة الواحدة، هو تقسيم منهجي فقط، لكن يمكن أن نجد داخل الحالة الواحدة حضور هذه العناصر. بمعنى داخل الحالة الواحدة ممكن أن يكون هناك جانب ثقافي، جانب اقتصادي، جانب اجتماعي، جانب تربوي. وبالتالي لا يمكن فقط أن نقتصر في دراسة الحالة التربوية لوحدها. نعم أستاذ زايد، حالة تربوية ذات بعد نفسي. إذا لا يمكن أن نقتصر فقط على بعد واحد، حينما نقول تربوية فإنه لا تعني بالضرورة إقصاء العناصر أو الأنواع الأخرى أو الأبعاد الأخرى. طبيعة الحال أمثلة أنواع دراسة الحالة، مثلا الحالة التربوية، الرسوب المتكرر، ضعف الكفاية الشفوية، تدني مستوى الريادات، الرجوع إلى المدرسة، وهذه الأنواع هي التي نجدها في الامتحان المهني. النوع الثاني هو سوء التكيف الاجتماعي، طبيعة الحال ما هنا خاصة فيها حاضر فيها البعد الاجتماعي بقوة.
العنف داخل المدرسه، التدخين والادمان. اذا كما قلنا ديك الساعه راح تاني ناخذ مثلا هذا سوء التكيف الاجتماعي راح حاضر فيها التربوي، حاضر فيها التربوي، وبالتالي غادي يكون حاضر فيها التربوي والاجتماعي، كما ان في الداخل التربوي راح حاضر البعد الاجتماعي. مثلا الاعاقه، عدم سلامه الحواس الى اخره. الحاله النفسيه كما قال الاستاذ الزيدي هي حاله مثلا الخجل والقلق والاكتئاب الى اخره، هي حاله نفسيه لكن حاضر فيها بعد اجتماعي وحاضر فيها بعد تربوي. اذا هذا التدخل اللي يكون داخل الحاله، لا الفصل عندما نعطي امثله من هذا القبيل او تقسيم كما سابق انواع الحاله ليس الا تقسيما منهجيا تفرضه الضروره المنهجيه فقط، والا ليست هناك حاله فيها يعني حاضر فيها واحد المجال فقط. مكونات دراسه الحاله وعناصرها الجوهريه. تتكون دراسه الحاله في المجال البيداغوجي والديدكتيك من العناصر البارزه التاليه: نص توثيقي للحاله التربويه والاداريه، الصياغه القصصيه والسرديه او السيناريه للحاله. طبيعه الحال هذه الصياغه القصصيه والسرديه تتيح تفرضها ضروره دلاليه، الضروره الدلاليه هي تبسيط هذه الحاله لطالب دراستها، الانسان الذي يريد دراسه الحاله على الشكل القصصي او السردي يسهل عليه القيام بهذه الحاله اذا كان على شكل قصصي. طبيعة الحال تدير النص بأسئلة، ولكن ممكن يكون سؤال واحد، يمكن يكون سؤال واحد هو ادرس الحالة التالية وغادي نشوف شنو هو الفرق بين، لأنه حتى في الامتحان دائما نفتح القوس ديال الامتحانات المهنية لأنها هي البيت القصيد. الامتحانات المهنية كتعطى مديالة بأسئلة، وبالتالي ملي كنتكلموا على حل المناقش كنتكلموا أو عفوا مع دراسة الحالة اللي هي يعني حل المناقش، احنا كنتكلموا على مقدمه على الخاتمه واحد ديسيرتاسيون، وملي كنتكلموا على اسئله ماشي بالضروره وهذا هو الجانب المنهجي اللي غنتكلموا عليه بزاف. تضمين النص بالمشكله الرئيسيه، تحديد الاطراف المتفاعله داخل النص الوثيقه، تبيان الفضاء السياقي اللي تسول عليه احد الاخوه ديك الساعه، ذاك الفضاء السياقي اللي كتكون المشكله اللي هو الزمان المكان الاشخاص الدلاله والمعنى، طرح مجموعه من المواقف العلاجيه لاختيار الانسب منها وطرح. اذا هنايا ملي كنقولوا طرح مجموعة من المواقف العلاجية اللي اختار الأنسب منها، هنا كنفترضوا ما يلي، كنفترضوا أنه كناخذوا واحد المنهج اللي هو منهج حل المشكلات، ماشي منهج حل المشكلات بالسياق تاع المواد العلمية، وإنما منهج حل المشكلات في توظيفه الأصلي اللي هو التوظيف الإداري، لأن منهج حل المشكلات في التوظيف الإداري هو يفترض ما يلي، يفترض على أنه غادي نطرحوا مجموعة ديال الحلول ثم نختبر هذه الحلول لكي نجد الحل الانسب قبل ان نصل الى مرحله التعميم. اذا اقتراح هذه الحلول العلاجيه او المواقف العلاجيه يفترض انه يتم تجريبها ولو نظريا او معالجتها ولو نظريا لاختيار الحل الذي يبدو مناسبا. طبيعه الحل الذي يبدو مناسبا في ذلك السياق، لانه قد تصبح الحل لسياق مشكله معينه ولا يصلح لمشكلات اخرى او لحالات اخرى. اللجوء الى اسلوبي الفهم والتفسير لتطبيق الحاله ودراستها، الاسترشاد بعوامل الذاتيه والموضوعيه في حل المشكلات والحالات المعقده. اذا نعود كما قلنا على انه منهج حل المشكلات في السياق الاداري يمكن الاستعانه به كمنهج لدراسه الحاله. كيفيه التعامل مع دراسه الحاله؟ تمر دراسه الحاله من الخطوات الاجرائيه التاليه: اولا تبيان نوع الحاله انطلاقا من الانواع التي تم ذكرها سلفا، تحديد موضوع الدراسه والحاله الخاضعه للرصد يعني ضمن اي مجال تنطوي، التركيز على كل مفاهيم النص وعناصره البارزه، وبالتالي هناك مساله تفتيت النص وتفكيكه الى جزئيات عباره عن ميكانيزمات اساسيه تستعمل فيما بعد للتحليل، ثم استخراج وطرح السؤال الاشكالي المحوري اين المشكله هنا. طبيعة الحال كل هذه المراحل المنهجيه المذكوره هنا اذا كنا سنقوم بكتابه نص مقالي. فهم النص واستقراء محتواه الدلالي والاشكالي، اذا شنو الدلاله تاعو، لانه يقدر عباره واحده قد تحيل على فهمين معينين سواء في جميع اللغات، وبالتالي ما المقصود، لانه احيانا ادوات الربط فقط قد تلعب دورا، انتم تعرفون مثلا تفرقوا بين او و، فكدير فرق ثم ماشي هي و، ف
فهنا يعني دي أدوات بسيطة في اللغة تحدد فرقا دلاليا، إذا يجب الانتباه أثناء قراءة النص الوثيقة، التي تحمل أو الحامل للحالة التي يجب دراستها، يجب أن أنتبه إليه جيدا على المستوى الدلالي. ثم على المستوى الإشكالي، ما هي الإشكالية التي يطرحها؟ ما هي المشكلية طبيعة الحال في فهمها البسيط وفي فهمها العميق؟ الاستعانة بمعلومات النص الداخلية والمعلومات الخارجية الإضافية، بمعنى قد تكون هناك معلومات داخلية وقد تكون هناك معلومات إضافية. مثلا التي يمكن الاستعانة بها قد تكون مثلا مصدر النص، إذا دُوِّل النص بمصدر معين فهو يساعد كذلك على الفهم، العنوان كذلك يساعد على الفهم، إن كانت الوثيقة مصحوبة بصورة معينة تساعد على الفهم. وقد تكون المقصود هنا المعلومات الخارجية، أي المعلومات الخارجية التي تملكها أنت أثناء دراسة الحالة أو ما يمكن أن تستعين به كوثائق لدراسة الحالة. التحليل المنهجي للنص على ضوء تصميم محكم، طبيعة الحال الخطوات كما قلنا ديك الساعات، لأن الخطوات إذا كنا غنديرو نص مقالي بمقدمة وعرض وخاتمة. أستاذ فوبي واش في دراسة الحالة كنجاوبوا على الأسئلة؟ غادي نجيو لهادشي في نهاية المطاف، غادي نجي في نهاية عفوا نهاية العرض ماشي في نهاية المطاف، نهاية العرض إن شاء الله غادي نشوفوا هاد السؤال تاعك. والخاتمة التركيبية بطبيعة الحال جوابا للحالة المطروحة وتتضمن القرارات المناسبة. غادي نشوفوا ومرقمه ماشي مرقمه، حنا كاع امثله راه عندنا ثلاث امثله في الاخير اللي هما اساسيين، لان هذا الشيء كلشي كما قلنا غير عباره عن نقاش نظري. لا ما كاين حتى شي اشكال. مرحبا استاذه، مرحبا. كيفيه التعامل مع دراسه الحاله؟ يجب ان تتلقى دراسه الحاله التربويه التعليميه المعارف النظريات التي تلقاها الدارس، ليخضعها طبعا تلقاها الدارس على اساس انه راه تلقاها معرفيا، وتلقاها من القراءات ديالو وتلقاها من التكوين ديالو، وتلقاها الدارس اجرائيا وتطبيقيا، تلقى الممارسات الميدانيه اللي كيديرها داخل الفصل ليخضع اجراء النص التطبيقي والميداني من خلال الاحتكاك بالوضعيات الافتراضيه او الواقعيه. طبعا الحال لابد ان نستحضر هذه المراحل اثناء دراسه الحاله. اولا الرصد والاكتشاف، اكتشاف الحاله. ماذا عن تضمين دراسه الحاله باقتراحات؟ لا، كان خطه ديال العلاج، لانه في الخاتمه قال لك اقترح العلاج ديال الحاله. كاين علاج، رصد واكتشاف الحاله، وصف الحاله، التشخيص الاولي للحاله، استجمام المعلومات. بطبيعه الحال هاد 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 لابخوش سيستيميك ديما حاضره معنا. اذا عندنا الانبوت والاوتبوت والبروسيجوس ديما حاضره معنا، مدخلات مخرجات صيروره ديما حاضره معنا. اذا عندنا لا كوليكت دافورماسيون، لاناليز دافورماسيون، بريز دو ديسيزيون. يعني لابد هذا المسار، هذا المسار الاجرائي المنهجي لابد منه. تحليل وجمع المعلومات، تحليل المعلومات، اتخاذ قرار. مساله بسيطه جدا ما كتحتاجش منا. لو اننا خدينا هذا المنهج هذا اللي ديال لابخوش سيستيميك وطبقناه على 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 على, على, على مجموعه ديال الامور كنديروا، كيكون سهل علينا انه القارئ داكشي اللي كنكتبوا وداكشي اللي كنقولوا او السامع داكشي اللي كنقولوا كيلقانا منهجي. اقتراح خطه للعلاج ثم تتبع الحاله داخل وخارج الفصل. بالنسبه لتحليل الموضوع في دراسه الحاله، الى جاب الله تكلمنا ديك الساعات على جوج ديال المسارات. المسار الاول عندما نقول تحليل الحاله بطريقه منهجيه اصليه كما كان عند الناس ديال الاعدادي كما قلنا في النظام القديم، يعني كتفرض عليهم دراسه الحاله ياك، وكيخصهم يديروا موضوع، يعني موضوع مقالي ديسيرتاسيون فيها انتروديكسيون ديفلوبمون اي كونكليزيون، كل مقطع كيفاش كيكون اش غيكون فيه، هادشي اللي غنشوفو الان. ثم الطريقه اللي غادي نختلفوا عليها نشوفوا شنو غادي نديروا، هي الامتحانات المهنيه الجديده اللي كيكون نص ومدير باسئله. اذا بالنسبه للمقدمه كنديروا نوع الحاله شنو النوع تاعها، ثم تاطيرها سياقيا. التاطير هنا المقصود لا تسرع يا استاذ، الدي بي عندي شويه طالع. تأطير الحاله، التأطير المقصود هنا دائما التأطير السياقي.
الزمان، المكان، الأشخاص، العلاقات التفاعلية بين الأشخاص وشنو كيرف بيناتهم، بعض التفاصيل التعريفية بكل شخص، الدلالة، المعنى، كذلك تلفتك. شكرا سي الزايدي، ربي يحفظك، أسرع أسرع حتى البارحة. شكرا سي الزايدي. على أي حال، قلت بأنه الدراسة السياقية ولا التأثير السياقي في هذه العناصر اللي قلت: الزمان، المكان، الأشخاص، العلاقات بين الأشخاص، ثم الجانب الدلالي كنشوف المعاني ديال الكلمات المفاتيح، لأن اللي درت ليها في حال التسطير، ثم كنشوف على المستوى الإشكالي أشنو المشكلة المطروحة، شنو المشكلة المطروحة من خلال هذه الحالة. من بعد ما كنطرح المشكلة وكنعرفها، لا بد ندوز للمرحلة التجريبية بطبيعة الحال، هي طرح الإشكالات والأسئلة الجوهرية وإبراز الفرضيات مطرقة الدراسة. من معناها كنقول هنا راه باش ما تلفوش، لأن هذا الموضوع مش أنا اللي حررته، ولكن كناخذوا غير إليمون ديكلونشور وكنناقشوا بيناتنا. ردوا معايا غير هنا إشكالية: إبراز الفرضيات التي تكون منطلقا لدراسة الحالة، والله منطلقا للدراسة، في حين أنهم تكلموا فيما قبل. هل تعدد الإشكاليات؟ في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن في نظري أنا داكشي اللي كنعرفو، داكشي اللي قلنا هو أنه إشكالية واحدة، ولكن اللي كيهمني هنا هو ما ملي كيتكلموا على الفرضيات، يوفا كنتكلموا على الفرضيات، حنا تكلمنا حل المشكلة بأنه طرح الحلول. إذا باش ندير واحد الفيزيون بين هاد الأمور بجوج، وعليكم السلام ورحمة الله من آية، باش نديروا لا فيزيون بين هاد الأمور بجوج، كنفضل أنهم نديروا حلول، يعني نحطوا حلول، ناخذوا منهج حل المشكلات في السياق الإداري كما قلنا، وكنحط حلول مختلفة، وكنحاول ندير تجريب باش نخرج بالحل الأنسب. التأشيرة الأهداف التي يتوخى هذا الموضوع، طبيعة الحال ملي كنقول الهدف أو الأهداف التي يتوخاها الموضوع، نعم أستاذ أبو أنور في المقدمة، هذه الأهداف، الهدف الكبير هو وضع دراسة، وضع حل. الأهداف اللي ممكن تكون كذلك هي طبيعة الحال أن الأستاذ مثلا في السياق ديال الامتحان المهني، هو الأستاذ يموبيليزي، يعني يعبئة الموارد اللي عنده، العبارة شنو هي ديك الموارد اللي عنده، يعني التجربة المهنية والخبرة المعرفية إلى 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 إلى، باش أنه فعلا يحلل هذه الدراسة. نواصل في الموضوع، في العرض إدراج الحالة المعروضة في سياقها الظرفي وتحديد المكان والمحيط الذي يجري فيه الحدث، وهذا الشيء تكلمنا عليه، فهم كل العناصر والمفاهيم والمصطلحات والنص عن قريب وبعيد، وتسير في إضاءة وضع إشكالية من جوانبها. إذا أنا تتكلم على إشكالية واحدة، الحيثية الذاتية والموضوعية تتحكم في الحالة المدروسة. إذا الحيثية الذاتية طبيعة الحال ذاتيتي أنا، يعني الذي الدارس، وذاتية الأشخاص، ثم ذاتية شكون؟ ذاتية الممتحن، لأنه نعرف أنا فين باغي يوضعني على الممتحن إذا كان الامتحان المهني. ثم الموضوعية التي تخرج بطبيعة الحال عن كل هذه السياقات الذاتية، لتدع مسافة بين النص الوثيقة وبيني كممتحن. ذكر جمع المعطيات المعلومات المتعلقة بالوضع الإشكالية على شكل في شكل عوامل ومسببات وحيثيات النحو التالي. طيب الحال كنتكلم دائما مع مجموعة ديال الأخوات والإخوان في كتاب المنهجية، كنقول لهم ملي كيكون نص موضوع بحال هكا، كيكون ديسيرتاسيون، كنلعب على دياليتي، هاد الثنائيات، أسباب، نتائج، مشاكل، حلول، ذاتي، موضوعي، داخلي، خارجي. إذا هاد التقسيم المنهجي وخا بسيط على بساطته، يساعدني في وضع أفكار، ويساعد كذلك المصحح على أن يتتبع معي، وأن يرى أنه على يد حد يفهم أنه أنا واحد إنسان منهج. وصف كرونولوجي جميع إذا طبيعة الحال الترتيب الكرونولوجي للواقع المذكورة داخل الحالة يساعد على فهمها، لأنه واحد حاجة سابقة واحد حاجة، إذا من جهة هذه إذا من هذه، الترتيب الكرونولوجي يساعد على الفهم. توقعات الفاعلين وطاقة انتظاراتهم وردود أفعالهم،
الوضعية وإرغاماتها. طبيعة الحال الوضعية داخلها هناك إكراهات فرضت على الفاعلين اللي فيها، دوك الشخصيات المتحكمة فيها فرضت عليهم إكراهات معينة. ما هي ولماذا أكرهوا على سلوك معين أو على حالة معينة؟ ديك كل المعلومات التي تخدم تحليل موضوع الحالة. طبيعة الحال في الخاتمة دائما حسب هذه التقسيمات دائما الحل يكون في الخاتمة مع مقابلته بالحلول التي قدمها المعارضون، طبيعة الحال لتفنيد باقي الحلول. وهناك نستند على أنه الخاتمة حيت لي ديسيرتاسيون كيختلفوا، بحال لي ديسيرتاسيون جوريديك لا كونكليزيون فيها ماشي مهمة، ماشي مهمة الخاتمة فيها، ولكن النص المقالي التربوي لا ديسيرتاسيون بيداغوجيك كتبان ديما ان الخاتمه مهمه. وفي دراسه الحاله في ليتود دي كا لا كونكليزيون مهمه اكثر. فهم مفهوم. اذا الان في طرق قبل ان ندوزو لهذا، نعم كاين السي حسن، كاين امثله تطبيقيه جايه قريبا. اذا دائما كندير واحد المقارنه او لا واحد 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 التفريق والتمييز بين الظاهره والحالة. نظركم شنو هو الفرق بين الظاهرة والحالة؟ يلا قربنا نكملوا هذا الفرش النظري النظري جي ريان اونتوندي. الو الفرق بين الظاهرة والحالة. استاذ حنان سمعتيني؟ ما الفرق بين الظاهرة والحالة؟ الحالة خاصة، الظاهرة عامة من الحالة الخاصة، الظاهرة تكون كوا لامبورتونس لا كونكليزيون. الوغ كونسيغ لا كونكليزيون غادي نرجعو شوية عند رغبة الأستاذة حنان. في لا كونكليزيون قلت من أن ديسيرتاسيون جيريديك لا كونكليزيون ماشي مهمة، ولكن في لا ديسيرتاسيون بيداغوجيك مهمة. في ليتود دو كا بحال الحالة عندنا في لا ديسيرتاسيون ديال ليتود دو كا كتكون اكثر اهميه. نتمنى ان يوصلوا الظاهره اشمل والحاله اخص. اذا عندما تتكرر الحاله نتحدث عن الظاهره، عندما تكثر الحاله نتحدث عن الظاهره. هذا هو التمييز الكبير. لكن نعم سي زيدي الظاهره حاله وحالات متواتره. نعم متواتره. لو تكرمت سيدي اكرام الامتحان لا يهمني. اذا نحاول نشوف التمييز. اذا هنا تمييز كبير قلناه ونشوف بعض التمييزات الاخرى. تمارس القرار الالزام على الفاعلين مشكل افتراضي بالنسبه للحاله، هو مشكل افتراضي مكتوب او واقعي. بالنسبه للظاهره هي نتيجه وليست سببا التعامل معها بشكل عام. بالنسبه للحاله هي قادمه من حقول علميه. بالنسبه للظاهره اكثر تعقيدا. بالنسبه للحاله من خلال دراسه مستمره قواعد حل لحالات المشابهة. ولكن هنايا بين قوسين لا يمكن تعميم حل لحالة في حالة أخرى إلا إذا تشابهت في مجموعة من الحيثيات، لأنه أحيانا غير معطى الزمن غير اليوم وغدا ما كيخليك أنك تراجع ذاك الحل غير يعني نفترضوا غير 24 ساعة ولا أقل. إذا معطى الزمن كيتغير، معطى المكان كيتغير، مما يعني أن تعميم الحل دائما نضعه بين قوسين. لكل ظاهرة يتم المنهج المناسب لدراستها مع تحديد عينة البحث. بطبيعة الحال منهج ديال دراسة الظواهر الاجتماعية، لأن هذه مناهج داخلة كلها في مناهج الكمية في علم الاجتماع، منهج بناها عاد خرجناها لجانب الطلبة، وبالتالي المناهج كتختلف في دراسة الظواهر ماشي بحال دراسة الحال. تقصد تطوير التعليم وتحقيق الجودة في حين الظاهرة يعد فيها تقليل من أجل البحث والمعالجة، غايتها رفع وإزالة معيقات العمل التربوي. أمثلة هذا الدراسي عند داخل المؤسسات التعليمية. أمثلة قطاع متعلم عن الدراسة موقف عدواني عارض. إذا الخاتمة قبل أن نمر جانب التطبيقي قد يكون في نقاش. حسب دوركين الظاهرة تخرج نفسها على الأفراد وهي قهرية بين المحالة هي مشكل. نعم هذا هو إجابة التمييز اللي قلنا ديك الساعات السابقة. نستنتج مما سبق أن دراسة الحالة في المجال التربوي التعليمي تقنية إجرائية افتراضية أو واقعية تستخدم في معالجة المشاكل المتعلقة بالمجال التربوي على الصعيد الثقافي والتواصل الاجتماعي والنفسي.
والإداري والتعليمي من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها قصد اتخاذ القرارات الملائمة. وهذا هو المهم دائما، هو أنها تعطي بعض المعلومات لاتخاذ القرار نسبة للمرتبطين بها للمجابهة والمشابهة في المستقبل ضمن دراسة الحالة، المشكل الرئيس، السياق، العوامل الفاعلة، وتستوجب الحلول والقرارات المتخذة في حقها، وتساغ دراسة الحالة بطريقة سردية أو وصفية أو درامية، ويختار لها السياق التفاعلي والشخوص المنجزة والعقدة المشكلة. إذا بنتكلم على العقدة الحين نتكلم على النصوص طبعا، الخطاب السردي كله فيه نصوص مسرحية ولا نصوص روائية، لا بد من عقدة المشكلة ومن اختلاف وجهات النظر والحلول والقرارات العملية. إذا نشوفوا نماذج دراسة حالة. إذا أولا